شاء الله عليك. مرحبا فيك يا مات. فوتوغراف فوتوغراف. بارك الله فيك. نسعد بروحك. مرحبا. مرحبا. مرحبا مرحبا. صح في قلب كل فلسطين. مثل ما كان الدولة ولكامل مفاصلها والشعب الجزائري. يعطيك الصحة. الله يحميك. أنا أشهد بالله. والثلوج على قلب كثيرا من العرب. لذلك ننقل رسالة محبة تسكن في قلب كل جزائري مثل أن الجزائر تسكن في قلب كل فلسطيني. احتلال كامل للضفة الغربية. لقاء استثنائي وكان لقاء دافئ، واستمعت من دولة الرئيس إلى حرص الجزائر على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى حرص سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأركان الدولة الجزائرية على هذا تواصل الدعم السياسي والدعم المادي والدعم المعنوي. وأنا أعلم علم اليقين أن فلسطين تعشعش في قلب كل جزائري وجزائرية، مثل ما أن الجزائر تعيش في قلب كل فلسطيني. صوت الجزائر كان دائما عالي ومسموع، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في جامعة الدول العربية، سواء كان ذلك في علاقات الجزائر الثنائية، في علاقات الجزائر بإفريقيا. ونحن والجزائر وجنوب إفريقيا طردنا إسرائيل من مؤتمر القمة الإفريقي الذي كان منعقد في إثيوبيا قبل عام. لذلك اليوم أقدم جزيل شكري وتقديري لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك لدولة الرئيس صالح، ولجميع الإخوة أركان الدولة، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشعب الجزائري الشقيق.